السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنسطب بقى أداة حلوة اسمها باي ريفيت. الأداة دي فيها تولز كتيرة جدا بتدي قوة للريفيت، فهنسطبها. وفيها ميزة حلوة قوي هنعتمد عليها، إن أنت تقدر من جواها تبرمج حاجات خاصة بالبايثون. يعني تقدر تبرمج حاجات بالبايثون أو بالسي شارب أو الفيجوال بيزك دوت نت. فأداة ممتازة، في حاجات كتيرة خاصة زي داينامو بشغل جواها. طيب خلينا نقول له انستول باي ريفيت، هسيب لكم الروابط كلها اسفل الفيديو ان شاء الله. طيب هنا هقول له ان انا عايز اسطب الريفيت، فتح الصفحة ديت، فهقول له ان انا عايز اسطب ديت. سيف، وبعد كده هقول له نيكست، اكسبت نيكست. وبعد كده بشوف بقى يعني الاداه اللي انت عايز تسطبها. ممكن تسطب مثلا الديفلوبر لو انت عايز تزوده، توتوريال لو عايز يبقى فيه شرح برضه بتسطب معاك، او ممكن بعد كده تشغل عادي. تمام، هو انا بديك برضه بعض المسائل الموجوده، بشرح لك ايه الحاجات اللي انت بتستفاد منها. طيب خلينا نقول له نيكست، بعد كده بقول له هعمله على طول. فهو كده يضيف لي مجموعة كبيرة جدا من الأدوات القوية اللي إن شاء الله هنستخدمها مع بعض. هاجي هنا وأقول له نيو، وأقول له إن أنا عايز طبعا متريك. فلو رحت هنا الباي ريفيت هتلاقي تولز كتيرة جدا، وكلهم فيهم كانت حلوة، هنبدأ نتكلم عنهم إن شاء الله بالتفصيل. طيب تعال نروح بس الباي ريفيت، هتلاقي سيتنج الإعدادات، بيقولك هنا ان انت تقدر تضيف فولدر. طيب خلينا نضيف حاجة معينة، هروح هنا لباي ريفيت اكستنشن وهعمل لها داونلود، هسيب لكم الرابط اسفل الفيديو. هنا في الداونلود انا هعمل فولدر واسميه باي ريفيت بالشكل دوت، واقول له سيف، ويفك الضغط. وهاخد الفولدر دوت، وده اللي هحطه فيه الريفت هنا اد فولدر. سيلكت فولدر، سيف سيتنج اند ريلود. يبدأ بقى يحمل لي الفولدر دوت على اساس ان انا اقدر ابرمج فيه بعد كده. فنلاقي ان هو ضاف لي هنا ليسونز بحيث ان انا اقدر اتدرب واضيف زي ما انا عايز بعد كده. تمام، طيب خلينا نجرب حاجة برضو. ده موقع برضو ممكن نحمل منه بعض التولز، هحمل مثلا اوتو اليمنت جوين. تمام اهوت، هعمل لوج ان عشان احمل، ودلوقتي اقدر اعمل له داونلود عشان نوريكم ان احنا لو برمجنا حاجة تقدر انها تشتغل، وبعد كده نبقى نبرمج براحتنا. طيب هحمل برضو الملف مضغوط وافك الضغط واعرفه على الريفت. تمام، طيب خلينا نيجي هنا واقول له فك الضغط. بسم الله الرحمن الرحيم، هاخد بقى المسار ده كله واروح للريفت، واروح قايل له باي ريفت نفس اللي احنا عملناه المره اللي فاتت سيتنج. ولو عملنا اي تعديلات في اسم الفولدرات في اي حاجه غيرناها تقدر تيجي هنا تقول له ابديت. فاجي هنا اقول له اوتو اد فولدر اهو، سيلكت فولدر، واقول له سيف سيتنج اند ريلود. فهو يبدا يحمل، لو في حاجه جديده هتبدا تظهر معانا. فقال لي يظهر لي هنا البيم اي بي اي،
وعندي هنا الليسونز اللي اقدر ابرمج برضو جواه زي ما انا عايز. بقى عندي فولدرين لو عملت اي ملف بايثون يبدأ ان هم يقراهم وشغلهم معايا. طيب لو دخلنا كده على الليسون تاب هلاقي هنا reinforcement panel، فانا لو عايز اعمل واحدة تانية ممكن ان انا اسحبها بالشكل دوت واديها اي اسم تاني، تمام؟ يعني وليكن مثلا، بس لازم في الاخر بانل عشان برضه يفهم، هسمي دي مثلا عمر، تمام؟ وادوس هنا هلاقي ان انا عندي هنا زرار اسمه اكسس بوش بوينت، ممكن اقول له انا عايز منه دوبليكيت او اخليه زي ما هو وغير الاسم، لان كده كده اصلا عندي واحد موجود قبل كده. فهاجي هنا واسمي ده مثلا جريد، بالشكل ده. طيب كل اللي انا عليا بقى ان انا اجي هنا واقول له اعمل ريلود للملفات اللي احنا كنا ساحبينها. الاقي هنا فعلا بقى في عمر وبقى في هنا جريد. جريد دي اقدر ان انا ابرمجها زي ما انا عايز. هاجي هنا جريد، ده الملف اللي هو البايثون اقدر ان انا ابرمج احط فيه الكتاب اللي انا عايزه. فلما افتحه الاقي الكود ده موجود، الكود ده اللي هو كان موجود في الاكسس. ممكن هنا بقى ابرمج زي ما انا عايز، تمام؟ طبعا انا محتاج امبورت اوتوديسك، ومن قلب الاوتوديسك ريفيت دي بي هقول له امبورت لكل حاجه، واقول له ان دوكيومنتس هو الملف الاكتيف دلوقتي ده اللي انا هشتغل عليه، ويعرف النقطه الاولانيه انها الاكس والواي والزد بتاعها 0 0 0، والبوينت تانية هخلي الاكس بس هي اللي ب50، وهرسم لاين بين الخط بين نقطة 1 ونقطة 2، وهبدأ أعرف إن هو في جريد، وهسميه الاسم اللي بقى اللي أنا عايزه، تمام؟ هنسميه مثلا إيه أهو. طيب لو عملت أي تعديل ممكن تدوس كنترول إس عشان تسيف، ونيجي هنا تمام هقول له ارسم لي الجريد. بيقول لي ان انت دوس عليها قبل كده ففي جريد معمول اللي هو بايه، فانت ما ينفعش تاخد ايه، لازم نعمل واحده تانية. طيب هقول له مثلا ارسمه بي اهو، وممكن نعدل مثلا نخلي ده مثلا 70، تمام؟ زي ما انت عايز. ممكن نخلي مثلا ده الاكس زي ما انت عايز بقى، شوف انت عايز تعدل انهي ارقام، وحتى ممكن نلغي الاي وهو يبقى يرسمه بعد كده. طيب هبدأ اقول له اعمل لي ريلود، ويخلينا نروح هنا الليسون واقول له جريد، رسم لي الجريد اللي هو البي اهوت، تمام؟ ما كانش مرسوم قبل كده. فتقدر طبعا تكتب الكود تخليه مثلا تظبطه ان انت اول ما تدوس عليه يرسم 20 جريد افقي ورأسي زي ما انت عايز، هيوفر لك وقت. لكن دلوقتي انا اصبح عندي امكانيه ان انا لو عايز اطبق اي درس موجود في البايثون اجي هنا واحمل اكتب الملف واشتغل عليه زي ما انا عايز. الايقونات دي ممكن برضه تغيرها، يعني كل واحده بتبقى الايقونه بتاعتها هنا، فانت لو خدت اي صوره وحطيتها هنا هيقراها وبشكلها جميل ان شاء الله. اتمنى يكون الدرس مفيد وبالتوفيق يا رب.